وزعها على التلاميذ في المدارس. من وين المصريات؟ المصريات اللي تجي الأرباح المفروض تفوت على الخزينة من قطاع التليوي من قطاع الاتصالات. بدل ما تروح على الخزينة صارت بجيبته هو قدرت تبيع منه 500,000 آيباد حقهم 300 مليون دولار. عندي صفحة على بيشتري 500,000 آيباد. هو الذي تحدث عن استباحة المال العام هو النائب غازي يوسف الذي اتهم وزير الاتصالات نقول صحناوي بصفقة مشبوهة مرادها شراء 500,000 جهاز آيباد لتوزيعها على طلاب المدارس. وزارة الاتصالات التي لطالما كانت وما زالت موضع اتهام على مدى الحكومات المتعاقبة ترد على اتهامات النائب غازي يوسف. ما في صفقة أبدا بهالطريقة. نحن اليوم عم نحكي عن خدمة جديدة للجيل الثالث، فاللي عم نحكي اليوم هو عم نحكي بأولوية، هو طبعا كيف نقدر نحن نعمل خدمة جديدة لطلابنا للشباب الموجودين اليوم اللي هني بشكل تقريبا 1,200,000 تلميذ بلبنان، طبعا القطاع الخاص القطاع العام والجامعات والمعاهد الفنية. فنحن بمراحل أولية لدراسة مع الشركات العالمية لنشوف كيف نقدر نحن نبني منتج بيشمل اللوحة الإلكترونية التابلت مع الإنترنت اللي هو المواطن بيقدر يتفاعل معه. فنحن مش عم نقدم تابلت ببلاش أكيد لا. وبالوثائق أرسلت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي دعوة إلى الشركات التي تبيع أجهزة اللوحات الإلكترونية لتقديم عروضات عن المنتج الخاص بهم. 11 شركة عالمية إجوا قدموا أفكاره. نحن بمرحلة تطوير الأفكار وهنبتدي بدراسة، يعني دراسة للسوق. طب ليش تم الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار لهذه الشراء وليش هي اعتبروها صفقة؟ بدك تسأل نائب غازي يوسف عن شو قصده بالتلميذ. ما عندنا نحن أي معطيات. يمكن هو حسب قدي سعر الآيباد ضربهم ب 500,000 طلع 300 مليون دولار، بس لا أكيد ما في اليوم رصد لأي ميزانية لهالموضوع. يعني نحن موضوع الميزانيه واضحه، يعني اليوم انت احنا مقدمين ميزانيه 2012 واضحه الامور كيف انت وين عم تصرف شو عندك وين عم تغطي استثماراتك وين موجودين. الامور واضحه في شفافيه بالتعاطي مع القطاع العام. اتهام اخر يضعه النائب غازي يوسف وهو موضوع الارقام المميزه التي يجهل فيها النائب يوسف كيف تباع ومن يحدد سعرها، مضيفا أن معلوماته تقول أن هناك موزعا في البترون يبيع هذه الأرقام، ووزارة الاتصالات تثبت بمستند مرسل من وزير الاتصالات السابق جبران باسيل إلى المدير العام السابق لشركة ألفا سامر سلامه تحديد سعر الخطوط المميزة وحصر بيعها بشركات ألفا وام تي سي تاتش. بدك تسأل صراحة النائب يوسف لأنه نحن ما عنا أي تسريب أو تهريب أرقام من الشركات إلى أي موزع بلبنان أكان بالبترون أو بغير البترون. الطلب بيجي أكان على الانتي سي أو على الألفا أو على الوزارة، بتتأكد الوزارة والشركات من أنه هذا الشخص ما عنده ممتلك رقم مميز آخر. في الشق الثاني اللي هو الأرقام اللي بتنباع بالمزاد العلني. أيام الوزير باسيل نعمل 3 مزادات مثلاً كان عم بينباع بالمزادات بحدود 20-30 رقم بكل مزاد، وبيجيبوا مدخول للخزينة بين المليون والخمس مليون دولار كل مزاد. وزارة الاتصالات قامت بالرد على هذه الاتهامات، فهل يرد النائب غازي يوسف بتوثيق أقواله؟